كابتن سامي، هناك ارتياح كبير وثقة في المدرب أغفي غونار، والموضوع يعني يستاهل لأنه في المقابل نتائج لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية، لأي مدى هذا مهم لاستكمال المشوار؟ مهم جدا طبعا، هو حقيقة حتى التشابه بالشخصية، يعني أولا شكلا وموضوعا، يعني الشكل رينار رشيق حازم تعلب ماكر يشبه إلى حد كبير اللاعبين المنتخب، يعني تشوفين سالم، تشوفين بقية اللاعبين، نفس التركيز نفس الثقة نفس الحزم باللعب، وتشابه كبير يعني ما يعني شكل اللاعب مع مدربه، انسجامهم لم نشاهد، يعني المنتخب السعودي على سبيل المثال يعني مطلوب دائما المدرب يكون صاحب لياقة، يعني أنا واحد من العالم، أنا صاحب كرش شوية، لكن لما أشوف مدرب كرشة وكسول وواقف، هذا لا يمكن يحفز اللاعبين على أن يكونوا مثل الأسد نعم وحركته منضبط، بس يمكن وجهة نظر، ما نبغى نزعل، في مدربين كثير عندهم كرش حتروحها بعدين. أنا يعني المواجهة المقبلة راح تكون للمنتخب السعودي أمام نظيره الصيني، شو المطلوب من إغفي غونار لاستكمال وتيرة الانتصارات؟ أنا أعتقد أنه اللعيبة يكونون مثل ما أدوا في الثلاث مباريات وجابوا 9 نقاط كاملة لأول مرة في تاريخ السعودية تقريبا، بس يواصلون، لأنه الصين أضعف بكثير من غيرها من الفرق. صحيح فازت في آخر مباراة في الدقيقة 5 ب3 أهداف مقابل 2، ولكنها حتى فيتنام ما كانت راح تعدي. لذلك أنا أعتقد أنه ما عايزين نسهل المهمة كثير، ولكن المنتخب السعودي قادر خصوصا بالوجوه الجديدة وطريقة اللعب. طيب احنا بنعرف انه في الدوري السعودي في يعني 7 محترفين، يعني هذا الى اي مدى خدم الكرة السعودية؟ والله لما تحرزي 9 نقاط من 3 مباريات العلامة الكاملة، بالتأكيد خدم اللعيبة السعوديين. حتى احنا لما رينارد استدعى اللعيبة استغربنا، لأنه في كثير من الأسماء كأنها سقطت سهوا، ولكن الرجل اعتمد على أسماء جديدة وعلى وجوه قدرت تثبت أمام الجميع أنها قادرة على تكملة التصفيات في المركز الأول إن شاء الله. نعم، عدم وجود هدف صريح في المنتخب السعودي تعتبره صحي باستثناء الشهري؟ نعم، هي 4 5 أهداف مسجلوها 4 لاعبين. هي التنوع مهم، لما عندك مدافع يسجل وعندك مهاجم صريح يسجل، اللاعبين القادمين من الخلف يسجلون، هذه مصادر قوة إضافية. المهم أن المهاجم الصريح سجل وصالح الشهري سجل 2، وهذا شيء إيجابي، ليس هناك عقم هجومي وليس هناك تكاسل أو تراجع في المستوى. كابتن سامي، الشارع الرياضي السعودي متفائل جدا، المنتخب السعودي يعني يلاقي الدعم سواء من وزارة الرياضة أو من الاتحاد السعودي في ظل يعني هذه المعطيات، المنتخب الحالي مفروض يقدم أفضل من المنتخبات السابقة المشاركة في المونديال. أعتقد يعني الخبرة تزداد. أولا هذا المنتخب في مجموعة موجودة كانت في النسخة الماضية في 2018 ومجموعة جديدة. المهم اللي حصل أنه المنتخب السعودي وصل إلى مرحلة إلى مستوى عالي، أنه مش هي ظاهرة ثم يتراجع المنتخب، هناك منتخبات يعني يتوهج فترة ثم ينطفئ، هذا لا، جيل يستمر. وشفنا حتى أن ليس هناك ضغط، بعيدين عن الضغط، المنتخب الحالي مع ما يقدم مع إغفي غونار مع الانتصارات المتتالية، بتحس أنه في بيئة صحية تخليه يذهب بعيدا بكل سلاسة. دعم رسمي، دعم إعلامي، دعم جماهيري، ولكن الضغط اللي موجود عليهم أنه اللاعب الذي يتراجع مستواه قد يفقد مكانه في المنتخب، وهذا ضغط صحي، أنه من يتراجع في بديلك جاهز، خاصة إذا في حدا بيقدم الأفضل طبعا فبيلاقي مكانه. مع مدرب كرش ولا بلا كرش؟ لا، مع اللي بدون كرش طبعا. طبعا هذا المدرب احنا أول شيء يروح المغرب العربي وبعدين نجيبه. 3/4 المدربين اللي يدربونه كانوا يدربون في المغرب العربي، وكل كان يدرب المنتخب المغربي. نعم، يعني سنين. نعم، طويلة، عشان كذا ما شاء الله عليه محافظ.